كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مشاريع أشغال كبيرة، منها تطوير خط سكة حديدية في سيبيريا يبلغ طوله 10,000 كيلومتر خلال منتدى سان بيترسبورغ الاقتصادي الدولي، وبناء سكة حديد للقطار السريع في وسط روسيا بنحو 11 مليار يورو. وعلى هامش المنتدى تطور جديد في العلاقات بين روسيا وألمانيا، خلافة طفيفة كادت أن تلغي لقاء المستشار الألماني أنجلا ميركل مع بوتين في حفل افتتاح معرض كنوز العصر البرونزي في متحف إرميتاج بسان بيترسبورغ. هذه مسألة حساسة للغاية لكلا البلدين، يقول بوتين، ولكن إذا كنا نريد أن نمضي قدما يجب أن لا يؤدي هذا إلى تفاقم المشكلة، ولكن لإيجاد حلول لها. المعرض الفريد من نوعه في روسيا يضم كنوزا ذهبية تم نهبها من قبل القوات السوفيتية التي احتلت برلين ومناطق أخرى من ألمانيا في نهاية الحرب العالمية الثانية. وبدأت الخلافات عندما علم الجانب الروسي أن ميركل ستطالب في كلمة الافتتاح برد تلك المسروقات الذهبية إلى ألمانيا، ما أثار غضب الجانب الروسي.